الوقت جارية لانطلاقة شوطنا السابع في هذا الصباح لجذاع الابكار. المسافة هي 4 كيلومترات، شوط مليء بالمتعة والإثارة تؤكدها لنا هذه الشعارات التي تستعد لانطلاقة شوطنا القادم. الكلمة للزميل حمد بن محمد أو زميلنا علي بن ثامر المحشادي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، لا نزال متواصلين وإياكم، والتواصل لا يزال مستمر، لا يزال مستمر مشاهدينا الكرام، ونحن ننطلق، ها نحن ننطلق بانطلاقة الشوط السابع. بسم الله نبدأ وعلى بركته نتوكل، ومن هنا نطلب التوفيق والسداد. إذا ننطلق مع انطلاقة الشوط السابع، ننطلق مع انطلاقة الشوط السابع المخصص لجذاع الابكار. وهذه الانطلاقة وهذه الشعارات التي نراها أمامنا مشاهدينا الكرام وعبر شاشة التلفزيون، ننطلق مع المركز الأول ونبدأ النداء للمركز الأول في هذا الشوط السابع، وبنقول الصدارة، الصدارة مع اللي هي مياسة، مياسة للسيد سالم بن علي الغيلاني، ولكن يبدو لي هنالك تغيير، يبدو لي هنالك تغيير من قبل اللي هي براق ال محمد بن حمد بن جهويل المري، ولكن مياسة عادت مرة أخرى لانتزاع الصدارة والمركز الثاني، المركز الثاني عند براق السيد محمد بن حمد بن جهويل، الانطلاقة مع اللي هي براق. أما في المركز الثالث، المركز الثالث يبدو لي التقدم من قبل، يبدو لي التقدم من قبل بيضة للسيد حزام بن ديلة المري، ينطلق مع بيضة على المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع، الدور دور المركز الرابع، هنا التقدم يأتينا من قبل اللي هي قيادة السيد جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، ولكن أتانا تغيير على المركز الثالث، المركز الثالث الدرعية للسيد زايد بن خميس المريخي، غير الأمور إلى المركز الثالث. الدور دور المركز الرابع قيادة لجبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، والمركز الخامس في أقصى اليمين، حد يرصدها يا جماعة، أقصى اليمين هنالك بيضة للسيد حزام بن ديلة المري، وهذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء. وخلونا نروح، وخلونا مع الرقص، خلونا نستمتع على الصدارة، خلونا نعلق، خلونا نحكي الله 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 على الصدارة. مياسة على المركز الأول، مياسة تنطلق واندفاع موفق بكل ما أوتيت من قوة على الصدارة. مياسة العائدة ملكيتها للسيد اللي هو سالم بن علي الغيلاني على الصدارة وعلى المركز الأول، وهذا الشعار المرموق، السلام على الصدارة. المركز الثاني الدور دور براقة محمد بن حمد بن جهويل المري، خطوة بخطوة مع مياسة، السلام على الاندفاع. الدور دور الثالث، الثالث نوف، اسم جديد يا نوف، عبد الله بن ناصر الخليفة ينطلق مع نوف على المركز الثالث. والرابع نشوف شواهين لفيصل بن طالب بن شريم ينطلق مع شواهين على المركز الرابع. المركز الخامس قيادة أخرى، قيادة لمبارك بن قطامي المري ينطلق على المركز الخامس. والله شكل الشوط بيولع، شكل الشوط بيولع يا جماعة. وخلونا مع الصدارة، وخلونا مع مياسة التي لا تزال على القمة وعلى المركز الأول وعلى المدرج رقم واحد. السلام يا مياسة، وعلى هذا الانطلاق وعلى هذا الدفع الرباعي على المقدمة، ولكن حذاري، حذاري بن شريم يتسلل، حذاري بن شريم يتسلل على المركز الثاني، تسلل وهو يسعى إلى المركز الأول. نشوف بن شريم ونشوف شواهين على ثاني المراكز، مياسة لا تزال صامدة في الألف وخمسمائة متر الأخيرة. المركز الثاني، بنشوف المركز الثاني ويأتينا التقدم من قبل اللي هي براقة محمد بن حمد بن جهويل عفوا على المركز الثالث. والمركز الرابع هنالك نوف عبد الله بن ناصر الخليفة،
أو نعم رابع المراكز، رابع المراكز هنالك نوف والمركز الخامس هنالك قيادة مبارك بن قطامي المري، وهنالك أسماء عديدة واصلة وشعارات كبيرة وعملاقة واصلة تغير على المركز الخامس، ولكن هنالك اللي هي قيادة ترفض التغيير، ترفض يكون الانتظار، ترفض يكون يا سلام الله الله الله. هنالك التغير ياتينا على المركز الاول، شواهين غيرت على حساب مياسة، كيلو واحد ونصل الى خط النهاية، كيلو يفصلنا عن النهاية وعن نهاية هذا الشوط يا سلام. شواهين على المركز الاول، ولكن مياسة في وضع التهدئة وفي وضع الانتظار، خلاص يا اخوي ما يبينا تهدئة ولا يبينا انتظار في هذه الامتار الاخيرة. لاحظ معي انطلاقة شواهين، ولكن اللي واصله نوف من المركز الثاني تسعى الى المركز الاول، والتغيير سلام جاوز يا متجاوز على المركز الثاني، قيادة غيرت المراكز وانتقلت الى المركز الثاني. سيد مبارك بن قطامي المري ينطلق على المركز الثاني مع قيادة، المركز الثالث هنالك نوف تراجعت، ولكن خلونا مع شواهين. سلام سلم سلام سلم يا شو، عطني شواهين يا اخوي، عطني شواهين، ما نبي الثاني، عنا بالاول، الاول ولا غير الاول. السلام يا شواهين، هذا الاندفاع دفع رباعي يا اخوي، دفع رباعي وانطلاق موفق يا بن شخيم، ولكن هنا التقدم من قبل قياده، قياده قريبه يا اخوي، قياده قريبه، قياده قريبه للسيد مبارك بن قطامي المري، ولكن شواهين على المركز الاول. شواهين انطلقت وشغل السنقير، شغل السنقير وروح، خلاص روح بن شريم مع شواهين على المركز الاول، فعلا بانطلاق موفق ودفع موفق وبكل ما اوتيت من قوه شواهين على الصداره، رقص شحاني جميل على المركز على الشوط السابع. مشاهدينا الكرام تهانينا للسيد فيصل بن طالب بن شريم لفوز شواهين في الشوط السابع. اما في المركز الثاني فوصلتنا فيه اللي هي قياده للسيد مبارك بن قطامي المري، تهانينا والناموس. المركز الثالث كان من نصيب نوف للسيد عبد الله بن ناصر الخليفه، تهانينا والف مبروك. رابع المراكز من نصيب النسيم للسيد حمد بن سهيل بن حفار المري، والمركز الخامس كان لمياسه للسيد سالم بن علي الغيلاني، فتهانينا والف مبروك للفائزين، والتهاني الكبرى لراعي شواهين السيد فيصل بن طالب بن شريم مضمر القرن. لاحظ معي لحظات وصول شواهين الى خط النهايه قاطعه مسافه الاربع كيلومترات، 6 دقائق 28 ثانية و11 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسيد فيصل بن طالب بن شريم. اما في المركز الثاني وصلتنا فيه اللي هي قيادة قطعت المسافة 6 دقائق 29 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تهانينا لراعي قيادة مبارك بن قطامي المري. والمركز الثالث دخول جماعي، ولكن يبدو لي أن نوف كان من نصيب نوف، نعم نوف قطعت المسافة 6 دقائق 30 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تهانينا للسيد عبد الله بن ناصر الخليفة لفوز نوف في المركز الثالث على هذا الشوط. تهانينا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء لجميع الفائزين في هذا الشوط والأشواط القادمة، وحظ أوفر للذين لم يحالفهم الحظ التوفيق في الأشواط القادمة. في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام